من المغالطات الشائعة في هذا المجال تناول الانتخابات على أنها قضية مستقلة لها نتائج تعتمد على مساراتها وإجراءاتها دون ربطها بحقيقة أنها مجرد وسيلة وأداة داخل منظومة العملية السياسية، والتغافل عن أن مآلاتها لن تكون مطلقاً بمعزل عن محددات هذه العملية حتى لو بلغت نسبة المشاركة 90% أو أحجمت هذه النسبة كلها عن التصويت. وهذا الخطأ انزلق بسببه كثير من الداعين الجدد لمقاطعة جولة 2018 الحالية أو المتحفظين عليها على أقل تقدير، رغم أنهم كانوا في طليعة المروجين لسابقاتها، فإنهم اعترفوا عملياً بصواب حراك المقاطعة السابق بدليل أنهم بادروا إلى استخدامه الآن وانتهوا إلى حيث بدأت به قوى المناهضة، لكنهم ما زالوا يلقون بلائمة فشلهم خلال تلك السنوات عليه. شيوع ثقافة مقاطعة الانتخابات في هذه المرحلة هو في الحقيقة ثمرة ثبات القوى المناهضة التي نجحت في إيصال فكرة مشروعها إلى قناعة باتت ملازمة للجميع، وهو دليل صريح على إظهار الحقائق المثبتة وإبرازها، ومن بينها أن العملية السياسية غير مؤهلة لتحقيق أدنى درجات المصلحة للعراق بلداً وشعباً.